محافظة كبيرة وأكو كثير خريجين وقاعدين. أنا من الناس، عندي أخ خريج 2007-2008 ولحد الآن بلا وظيفة، ويعمل عمل برا البيت. يعني خريجين كثير أكو، مثقفين كثير، ومحافظة كبيرة مع 1000 درجة وظيفية أكيد ما تكفي. صحيح. والله شوف، اكيد بيها واسطات، لين ما انفتح شيء لحد الان على تعيينات ما تعيينات ما بيها واسطات. لا والله ما تكفي، ابسط شيء نزلوا هذا الرابط، هذا الرابط يعني بال 4000 شخص، واخر شيء قفلوه قاموا يسجلون على المكاتب. عدد المكاتبين ايش قد؟ 4000؟ اي يعني 4000 شخص، او 4000 خريج مثل ما نقول، يعني 4000 هاي هيك مثل ما يقولون هيك. زين، تصور يعني ما راح تفرق بين الواسطات والمحسوبيات كذا؟ والله هي من الواسطات، هاي كلها واسطات، وين ما تروح بين دائرة لازم لك واسطه، هاي دنيتنا هسه صارت واسطه. والله عندنا كثير شباب، يعني اخوتنا واصدقائنا واكثر اغلبيه الشباب الخريجين صار لهم سنين تخرجوا، بطالين وقاعدين يشتغل، هذا اللي يبيع مخضر، وهذا اللي يبيع حتى ماي بطاله ماكو حيشتغلون بيها، وهذا نفتح له بسطيه صغيره حيستفسر بيها. جامعيه استاذ، جامعيه عنده بكل، يعني وين التعيينات بالموصل؟ نحن نسال النواب الموصل. بدايه الانتخابات والله العظيم كانوا يخشعون ويسمعون، يعني ها، وقليل اكلم ويفترون. اخشع من صاغوا بالكراسي، اخشع لا ظل عندهم سمع، لا ظل عندهم شوف لاهل الموصل. وينكم وين صغتم؟